سمعني الرئيسي رئيسي ايه بس البطل اتذكر صوته يعني. مسكين تتصوري. واو 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 واو. لا خلاص اوكي يا عرفته. هذكر لك هدول وقتين شوي اكتر. يا ايه بس اخذ طبعا اول. يرى سكان القرية موغفوت وحش الكروم أسطورة خيالية. كيف سيثبت تايلز للجميع أن موغفوت حقيقي؟ ولماذا يقرر إيجمان التوقف عن أعماله الشريرة وقتا قصيرا؟ امضي يا سونيك، فطريقك كالسيف، إن لم تقطعه بسرعة قطعك. نعم يا خالد، الجميع يشعر بالظمأ، ولا شك أنهم ينتظرون وصول الماء، ونحن هنا لا نستطيع الخروج من هذه الرمال منذ ساعة تقريبا. لا أدري كيف أتصرف، حتى جوالي لا رصيد به لأتصل بالأستاذ. حتى جوالي لا رصيد به لأتصل بالأستاذ. جحا؟ نعم يا هما، نعم يا هما. البحر جميل. نعم. السماء صافية. صدقت يا هما، الجو بديع. أجل، الرمال ناعمة، الرمال ناعمة جدا. ولكن ماذا؟ الشمس حارقة. فعلا. الموج عالي. الموج؟ الموج عالي. حقا. المشي متعب، المشي متعب. ماذا بك يا هما؟ لماذا تتحدث بهذه الطريقة؟ أنا وأحمد تشاجرنا على شيء غبي وتوقفنا عن الكلام. لم أعتقد أنني سأستمر في سماع دوي إطلاق النار في الليل، إنه شعور رهيب. قلت لأمي بأنني سأذهب إلى أمريكا لمدة أسبوع، لم يكن لدي فرصة لأقول لهم وداعا. لا بد من الوداع. شكرا لك على كل شيء يا روميو، لا تنساني، اهتم بنفسك جيدا، اهتم بأختي بيانكا أيضاً.